داخل جسد النائم. يعد التنفس أكثر الوظائف عرضة للاضطرابات خلال النوم، حيث تكون العضلات التنفسية أكثر استرخاء في فترة اليقظة، ويلاحظ ذلك في العضلات التي تحافظ على المسالك الهوائية العليا مفتوحة عن طريق تمدد جانبي الأنف ومنع اللسان من الانحدار للخلف. ويؤدي استرخاء العضلات عند الاستغراق في النوم إلى تقليص حجم الحنجرة قليلاً، فيمر الهواء في مكان ضيق، فيؤدي إلى ارتجاج أنسجة الحنجرة، مما يولد الشخير. وإذا ضاقت الحنجرة أكثر، أدت إلى حالات انقطاع التنفس، وتعالج تلك المسألة حالياً عن طريق فتح المسالك الهوائية عن طريق الضخ في الأنف أو استعمال تقمي أسنان يجر اللسان إلى الأمام. وهناك أشخاص مصابون بمتلازمة أوندن، حيث لم يعودوا يتنفسون أهلياً، بل يتنفسون إرادياً في حالة اليقظة، ولا يستطيعون التنفس في أثناء النوم، فيحتاجون إلى جهاز تنفس ليلاً. وفي أثناء الليل ينتج عدد كبير من الهرمونات، فيفرز هرمون النمو في بداية الليل، وفي الساعة الرابعة صباحاً يبدأ إنتاج الكورتيزول ليصل أقصى مداه نحو الساعة الثامنة. وتنشط عملية ارتفاع نسبة الجلوكوز والبروتينات في الدم، فتتوافر الطاقة اللازمة لاستيقاظ المرء عن طريق تولد الطاقة الضرورية لممارسة الأنشطة النهارية. أما الميلاتونين فهو يفرز ليلاً ويساعد على التنسيق بين الإيقاعات النهارية الليلية، ويحدث الانتصاب أحياناً كثيراً خلال النوم، وقد يصاحبه القذف، ويكون الانتصاب أقوى وأطول صباحاً عن بداية الليل. ولا علاقة لعمليات الانتصاب تلك بمضمون الحلم أو الحرمان من العلاقات الجنسية أو مشاهدة الأفلام الإباحية. ويحدث عند النساء تقلصات صغيرة للرحم، ويكون عددها أكبر ومدتها الزمنية أطول خلال النوم عن فترة اليقظة. ولم يتمكن العلماء من معرفة سبب حدوث ذلك بالفعل، ففسروا ذلك كله بأن الأعضاء الجنسية بحاجة إلى أن تتحرك بانتظام خلال النوم كي لا تضمر، مع أخذ الاعتبار الأكبر وهو تهديد الجنس البشري بالانقراض إذا لم يكن هناك تناسل فعال.